أحد الأخوة يسأل جنابكم يقول ما هي كفارة القسم؟ كفارة القسم أو كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام متوالية، هذه هي كفارة القسم سواء كان صادقا أو كاذبا. زين، كان صادق أو كاذب، المهم أقسم، قال بالله تالله والله بهذه الأحرف بهذا القسم، نعم، أي هذا كفارته إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. كمية الإطعام إيش قد؟ بما هو متعارف عند الناس، المسكين يعني فد أكلة معينة تشبعه، إطعام يصدق عليها أنها إطعام، هذا كافي، يحسب 10 مساكين ويعطيهم ما يكفيهم من طعام. أحسنت.